الباب الثالث اللي هو اللي مكتوب عليه محمد بن عبد الله 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 بن السلام عليكم يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رحمة العالمين السلام عليكم يا سيدي يا رحمة العالمين يا نبينا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي السلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم